مرحبا. كلبنانية اليوم أغلبنا عنا مصاري بلبنان والبنوك اللبنانية، ومصاري على آني ويمكن نخسرها أو نخسر جزء منها للأسف. وإنما في كتير عروض عم تجي، ونحن من الشركات، شركتنا من الشركات اللي بتقدم هذه العروض أو بتقدم جزء من هذه العروض، إنه تدفع بلبنان وملوك عقار بالإمارات أو بأي بلد تاني. وبعد اللي عم شوفه خصوصي آخر شهر، لأنه العالم عم بتصير desperate أكتر، عم بتصير ما عنده حلول أو شايفي أنه عنده حلول أقل، قلت لازم سجل هذا الفيديو كرمال العالم ما تروح بهذا الاتجاه. بس تكون عم تشتري عقار بالإمارات، في شوية إشياء لازم تعملها دائما، ونحن كشركة دائما بنعملها، وأنت لازم تعملها شخصيا regardless of من مين عم تشتري. وبنرجع بنحكي عن كيف عم تحول مصاري من لبنان او كيف عم تدفع مصاري بلبنان. اول شيء، العقار تشتري بالامارات اذا كان منتهي تدفع فقط باسم المالك، يعني العقار في له صك ملكيه تايتل ديد. هذا الصك الملكيه بالامارات في اب تقدر تعمل كونفيرميشن، تعمل فيريفيكيشن، تاكد هذا الصك الملكيه هو مزبوط ولا مش مزبوط. فأول شيء بتتأكد من صك الملكية إذا مزبوط. ثاني شيء، ما بتدفع إلا لمالك العقار، ما بيسوى تدفع لا الديبوزيت ولا بقية الأموال إلا لمالك العقار. بعد ما تدفع الأموال لمالك العقار شخصيا، مش لابن عمه ولا ابن خالته ولا لأصدقائه ولا لقريبه، بيطلع لك صك ملكية جديد من دائرة الأراضي والأملاك عبر تراستي بالإمارات. وهيدي البروسيس أي واحد من الأيجنتس والبروكرز المحترمين الموجودين بالماركت بيقدر يعملها. هاي أول شغلة. ثانياً، إذا عم تشتري من مطور اليوم بالإمارات وبدبي تحديداً، في شيء اسمه أسكرو أكاونت، اللي هو حساب تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك. المطور ما في يسحب مصاري منه ليحطهم بمشروع ثاني ولا ليعمل أي شيء ثاني. المال اللي بيندفع على شقة معينة بمشروع معين بيبقى بهذا الحساب، وبيطلع حسب جدولة معينة بين المطور ودائرة الأراضي والأملاك. فبس تكون عم تشتري من المطور، ما فيك تدفع، غير قانوني تدفع إلا لحساب الأسكرو. تقول لي كيف رح أدفع أنا على حساب الأسكرو إذا الأسكرو أكاونت بالإمارات وأنا عم بدفع بلبنان؟ بقول لك اليوم إذا الأيجنت تبعولك، الوكيل تبعولك هو حدا عارف شو عم يعمل، بيرفض إنه أنت تدفع بلبنان، أوكي، بدون ما يكون في مال دخل على أسكرو. يعني وعملناها قبل مع كذا مطور، المال يدخل إلى لبنان على حساب المطور بنفس الوقت المال هون بيدخل على الأسكرو. بتقلي كيف؟ بقلك المطور ليقدر يعمل هيدا الشيء بده يكون معه مال كافي ليدخل المال على الأسكرو. يعني إذا المطور عم يقبض مليون بلبنان، بده يقدر يكون معه مليون سيولي هون يدخلها للأسكرو بنفس الوقت تحت اسمك. يعني بمعنى آخر، عم يعطيك ريسيت إنه هذا المال دخل أسكرو. هيدا شيء كتير مهم، وهيدا شيء 90% من العالم للأسف ما عم تعمله، واللي هو كتير مهم، لأنه اليوم الدولة عاملة الأشياء اللازمة لتحمي لك حقوقك كرمال ما يصير اللي بيصير بلبنان أو بأي بلد تاني. مطور بياخد مصاري على مشروع معين، بيرجع بعمل اربع مشاريع تانية وهذا المشروع بعد ما خلص. however بدك انت تحمي حالك، بدك انت تكون واعي للاشياء المخاطر الموجوده. بعد الاسكرو، انت بعد ما تشتري شيء طور الانشاء، بيطلع لك confirmation of registration اللي هو pre-registration، اللي هو اسمه عقود، هي تسجيل الملكيه تبعيتك مع دائره الاراضي والاملاك. وهذا شيء كثير مهم كمان ولازم ينعمل، ما بيسوى ما ينعمل، يعني انت وحدك غير مسجل اذا ما انعمل، فكمان هيدي لازم تطلع عليها. شغله مهمه ثانيه هي الترانسفير، التحويل بلبنان او تحويل المصاري من لبنان. بغض النظر عن شو عم تعمل، كثير مهم تعرف لمين عم تدفع. انت ممكن تكون بمشكل انه رح تخسر مصاري، تصير بمشكل طبيب اموال. بدك تعرف حالك لمين عم تدفع، بدك تعرف حالك كيف عم تروح المصاري، بدك تعرف حالك هيدي السايكل تبع المصاري كيف ماشي. في طرق قانونية وفي طرق غير قانونية. الطرق الغير قانونية ما بتساعدك، والمخاطر اللي فيها هي أكثر بكثير من اللي أنت بتقدر تشوفه إنه مخاطر. يعني إذا بنظرك إنه أنت داريت المخاطر بخطوات معينة، أنت ما بتداري المخاطر، لأنه المخاطر الموجودة فيها هي أكبر بكثير من اللي أنت بتشوفها. فنصيحة ما تعملها. Again،
اللي انت بدك تعمله مجرد ما تشتري عقار بالامارات او باي بلد ثاني كثير مهم انه هيدي الشانلز اللي يكون عم تاخذها هي الشانلز المضبوطه. اذا عم تشتري عقار من مطور لازم المطور يكون عنده حساب باسم المطور. ما بيسوى المطور يكون عنده حساب باسم صديق. واذا كنت عم تعمل هيدي الخطوه ومطور عنده حساب باسم صديق انت عم تاخذ بنظري انا ريسك كثير كبير. تذكر لانه ما حدا منا عم بيبيع عقارات تدفعها بلبنان وهي بارجنز هي لقطات. لا انت اليوم بس تكون عم تدفع حق عقار عم تدفع عقار وانت عارف انه انت عم تدفع بريميوم عليه انت عم تدفع اكثر من اللازم وانت بصير تقييمك للبريميوم 10-15-20-30% اللي هو المال اللي انت مستعد تخسره عموما هلا للاسف كرمال تنجي بقيه مصرياتك. فكتير مهم انت تكون الاتجاه اللي عم تاخده هو اتجاه صح واتجاه قانوني وكتير مهم انه تحمي حالك بعد الشراء. ان شاء الله تكون فاتكم هذا الفيديو. توصلوا بأرمز المجريجر انترناشنال ريالتي اكيد مكرم هاني اذا بدكم اي استفسارات و تشاو.